وخليفته في قومي من بعد، ولا واحد رد الا علي. قال له انت وريسي وخليفه ووصي وخليفتي من بعد. قال له طلعوا لك عايز يخليني امشي عشان عيالي موجود. يعني اذا دي من الاول. وبعدين النبي لما راح المدينه هل النبي سكت؟ انتوا عارفين لما تعرضوا على الامام علي، مره تعرضوا على الامام علي وهو راح كان يقول لك الصحابي بيقول ايه؟ بيقول كنت اتبع الرجل، كنت اكره عليا او ابغض عليا بغضا لا ابغضه لاحد، وكنت اصحب الرجل لا اصحبه الا لبغضه لعلي. يعني عشان هو ما بيحبش علي يبقى انا صح. فاتبعت رجلا الى اليمن لبغضه لعلي، كان خالد بن الوليد. راح مع خالد بن الوليد اليمن عشان بيكره في سريه من السواري، والنبي كان قال ايه؟ قال علي على سريه وخالد على سريه، اذا التقيتما فعلي على الناس، والا خالد على سريته وعلي على سريته. للاسف ولسوء الحظ التقى، فكان علي وخالد تعبان. علي اصطفى جاريه من السواري من الاماء لنفسه، خالد يحب الستات، وفي قصه مالك بن نويره بيان لما اقول مش محتاج. وبعدين هنقول سيدنا عمر بن استشهد بيه، كان عايز يقتله، قال يقتل لانه قتل الرجل ظلم مالك بن نوير. ومالك بن نوير حسب ابن كثير هو بنفسه بيقول قتلتني زوجتي، لما مرت زوجته شافها خالد قال رحت بيها، المره هي اللي ودتني بها، وقال ادفئوه وقتلوا. فخالد زعل، بعت الصحابي ده من اليمن يروح على المدينه عشان يشكو، وما يكتفيش النبي يقول لهم ماذا تريدون من علي؟ ان لعلي في الخمس اكثر من هذا. عارفين ليه؟ لان الخمس اصلا ده كان منا من الله. ليه؟ الاصل في الغنائم لله ورسوله. يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. وبعدين ربنا قال زي بعض خذوا انتوا اربع اخباس والخمس الايه؟ لقلم. يعني الاصل ما فيش حد ليه في الغنائم، هم لله وللرسول. وبعدين اتخففت، خدوا هم الخمس ودكم خدوا الاربع اكناس. فالنبي قال علي ليه في الخمس اكتر من كده؟ خالد ما اكتفاش، خلى اربعه من الزباين بتعودوا ان هم يروحوا للنبي وهو في الحج، لانهم رجعوا من اليمن على الحج، يقابلوا الامام، يقابلوا النبي في الحج، واحد ورا واحد يشكو علي، يقول له ايه؟ يا رسول الله علي عمل كيف وكيف وكيف، النبي يعمل كيف. يخش اللي بعده، النبي علي عمل كيف وكيف، النبي ما يعملش. الثالث يخش، علي عمل كيف وكيف، النبي ما يعملش. الرابع بقى النبي قال كفايه بقى كده. ماذا تريدون؟ ده الترمذي بسند صحيح. ماذا تريدون من علي؟ ماذا تريدون من علي؟ علي مني وانا منه، وهو وليكم من بعدي، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يبقى اذا المسألة واضحة، والنبي بيبين. تيجي مناسبة ثانية المعارف، النبي يجي يقول ايه؟ يسيب علي متعمدا، ودي الغزوة الوحيدة اللي علي محضرها. قال يا علي اقعد في المدينة يوم تبوك، والنبي طلع كل الصحابة معاه، أبو بكر وعمر كله طلع، مهاجرين وأنصار، وقال خلاص علي يقعد في المدينة. الجماعة قالوا لا، يظهر إن هو هيركن صاحبنا، لأن هو على طول اللي إيه حطه قدام، شايل الراية بتاعته في كل معركة. يمكن في تغيير سياسي استثقله، في تغيير يمكن. فعلي سمع هذا الكلام الرائج والإشاعات، فلح النبي جري على حدود المدينة. وبعدين علي قال له يا رسول الله أما تسمع ما يقولون تتركني في وسط الصبية؟ قال له يا علي لا تغير أسلي، ما يهمكش. أما ترى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ خد بالك حتى في البخاري الرواية ما فيهاش إلا أنه لا نبي بعد، من غير إلا أنا. في مسلم إلا أنه لا نبي بعد. فخد بالك من البوينت، النقطة دي بتقول إيه؟ إن أنت مني بمنزلة هارون من موسى.
موسى إلا أنه لا نبي بعد. كلام زي الفل. طيب هارون ما كانش كان أخو موسى من أبوه، وعلي مش أخو محمد من أبوه، وهارون كان نبي وعلي مش نبي. طيب إيه اللي بقي؟ حتى دي في القرآن. وقال موسى لأخيه الأعراف، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اخلفني، هي واضحة. عارف العلماء يقولوا ايه؟ شفتوا بقى المصيبة؟ العلماء يروحوا طالعين قايلين ايه؟ يقول هو مظبوط، بس ما ينفعش تنطبق في قصة علي الخلاف. ليه يا عمي؟ قال لك لأن هارون مات قبل موسى، وبالتالي لو كان محمد مات قبل علي كانت تمشي، لو علي مات قبل محمد كان يبقى مظبوط. انما هنا حصل الخلافة، ما ينفعش علي يستمر او ياخد الخلافة بعد. يعني لما هارون كان موسى مات الاول، كان هارون ما يبقاش الرئيس من بعده، كان يبقى السامري. يعني الظاهر السامري، الظاهر هو السامري اللي بقى. ما هو ان ما كانش هارون يبقى مين؟ يبقى السامري على طول. هو فكر فكرت في الحاجه، انا اكيد انتوا كلكم بتعرفوا، اكيد اكيد طبعا. اذا الساده العلماء انتوا عارفين مين هو السامري في التوراه؟ عارفين ولا مش عارفين؟ هو هارون عليه السلام اللي عمل العجل لبني اسرائيل في التوراه. ما وصلني الايام دي بتاع التوراه، خلصنا من السنه والشيعه، دخلنا على التوراه شويه. ف موسى عليه السلام اللي عمل العجل لبني اسرائيل في التوراه هارون. فان ما كانش هارون هيبقى السامري. خد بالك السامري ده كان لازم يبقى راجل متدين. عارفين ليه؟ لان مش معقول افرض دلوقتي في عبده عملت مذهب ديني، انا هروح اتبعه؟ مش هتمشي. لازم اللي يضحك عليك باسم الدين يبقى متدين عشان يعمل لك عجل تصدق. انما مش ممكن اللي يجرك للغلط يبقى راجل مش متدين، لازم يبقى متدين. فاذا القصه بتاعت القديمه النبي يقول انت مني بمنزله هارون من موسى، هي خلفني في قومي. طبعا الجماعه الجنه كنا بنقول ركنوا، ده خلص عليه، ده قال له انت يا عم هارون، فدام قال له انت يا عم هارون يبقى باسط الحكايه. كنا عايزين نزهره راحت الزهروب. كانت النتيجة ايه بقى؟ راح النبي تبوك، رد الفعل قالك ايه؟ نخلص من محمد هناك بدري بدري، نخلص منه، نخلص منه في الأردن، نرميه تحت يموت، نعمل اجتماع مجلس قيادة ثورة ونقول بيعنا فلان، نخش على المدينة يا جماعة هس هس رسول الله الحقيقة هبط مات، مات مننا في السكة، دفناه، والجماعة الجيش اختار فلان رئيس علينا، كله سمع بس. ما هو اشمعنى المرة الوحيدة اللي يتعمل فيها النبي اغتيال بعد أنت مني بمنزلة هارون بن موسى وعلي مش موجود؟ وخد بالك والنبي لأول مرة يجيب يقول حذيفة وعمار يقودوا السفينة، حذيفة وعمار يقودوا الناقة، ويقول النبي ممنوع حد يجي في طريق العقرب الا دول. يبقى النبي عايز يفرز مجموعه متامره، فالمجموعه جت ال 14 وجريوا زي ما حكيت لكم امبارح، وجريوا في الجيش، والنبي جبريل قال له مين ال 14 اللي حاولوا يقتلوا النبي؟ خدوا بالكم عارفين ايه؟ روايه سيد حسن تقول لك ايه؟ لسبب غريب يقول لك ايه؟ يقول لك روايه لك ايه؟ ما منهم احد من قريش. ايه الزوم دي؟ الإمام جعفر في تاريخ دمشق يقول رواية تانية اللي هي الأهم بقى، فيهم 800 من قريش. يبقى لما تشوف أنت ما منهم أحد من قريش، يبقى واحد عايز يبعد الشبهة عن الأعين هتروح على مين؟ وعلى كل إحنا ما استفدناش من القصة دي إلا سيدنا عمر بس، اللي هو يجي عند حذيفة وهو قاعد في وسط الجامع ويقول له أقسمت عليك بالله أأنا منهم؟ يوم حذيفة يقول له لا. خد ولد واحد يقول لك ايه؟ يعني ايه بقى دي؟ ما هو قدام. انا بقول لاخواني السنة قولوا الرواية دي غلط وفضوا الحكاية. ليه؟ لأن الرواية صح مش كده.
الروايه تطلع صح يقول لك ايه؟ سيدنا عمر كان تقي، قاعد للمرايه تقي، شوف تخيله.